السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي داير لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم هذا الفيديو تحط المتتبعات بنياتي، اليوم هذا الفيديو لتسريع الحمل ان شاء الله بمكون موجود هذه الايام في الاسواق وما غاليش الثمن، وهو كيساعد لا المراه ولا الرجل. بالنسبه للمراه وبالنسبه للرجل هذه الوصفه راه فيها جوج وصفات، يعني الوصفه للرجل لتسريع الحمل والوصفه للمراه كذلك. باش بالبطاطا الحلوه، هذه البطاطا الحلوه راها مالئه بالسكر، موجوده تبارك الله. البطاطا الحلوه راه من داك الشيء، راه فيها مكونات زوينه لتسريع الحمل لا بالنسبه للرجل ولا بالنسبه للمراه. انا درت لكم وصفتين في وصفه واحده، يعني باش ما يتفرح حد، يعني المراه عندها حقها والزوج ديالها عنده حقه. غديروا هاد جوج بطاطات، غتجيبوا جوج بطاطات حلوات اللي هما قدوا عليهم. كاين ما كيبغيش البطاطا، انا مني نيت انا ما عنديش غير في البطاطا، الزوج ديالي عز عليه، اما انا ما عنديش معاها، حيت كتكون شويه داك الحلاوه ديالها كتكون ملي كطيب كتولي مقيته، انا ما كنبغيهاش. اما هي راه المواد اللي فيها ما نقولش لكم راها مفيده مفيده جدا. اشنو غنحتاجوا ان شاء الله؟ كنحتاجوا معنا بطاطا للزوج وبطاطا للزوجه، ونحتاجوا القرنفل المسمر غني عن التعريف. هذا القرنفل لمن للزوج، غنطحنو ان شاء الله غنردوه مطحون هكايا. والزوجه غنحتاجوا حب الرشاد، حب الرشاد هي الحبه الحمراء ولا التفاح، كل واش كيقول ليها هاد الحبه اللي كتكون رقيقه بحال السمسم، وهي زوينه هذه معروفه لتسريع الحمل، سخونه زوينه من داك الشيء. هذا بالنسبه للزوجه، حتى الزوج يقدر ياكلها. غير انا كنقول لكم هذا القرنفل فيه ماده زوينه اللي كتقوي تنقوي الخصوبه للرجل، وهذا الحب الرشاد عنده ماده قويه وساخنه لتقويه خصوبه المراه، لتنشيط المبايض، كتكبر البويضه، كتحيد البروده من الرحيم، من داك الشيء هذا الحب الرشاد كتسرع. وهذا القرنفل راه هو مزيان كيسخن الرجل، كيدير لي الطاقه ديالتو اللي معروفه الجنسيه، يعني بزاف الحاجات عند هذا القرنفل. دابا نطول عليكم الطريقه اللي غنقول لكم هي غتشدوا البطاطا، بطاطا ما غنصاوبهمش لكم، غنقول لكم عبي باللسان ديالو نتوما غتقدروا، انا ما محتاجاهاش. غتشدوا كل بطاطا غتخليوها تغسلوها، يعني مغسوله مزيان، وتقدروا تغسلوها بواحد الشيته رقيقه تحيد الاطربه اللي كتكون فيها، حيت كتكون عامه الاطربه، وكتخليوها بالقشور ديالها، وكتقطعوها على جوج بحال هكايا، كتقطع على جوج بحال هكايا. ها انتما كتشوفوا، ها هي قطعتها على جوج. اش كنديروا وليداتي؟ كنحلوها بواحد السكين اللي كنديروا به المحشي بحال هكايا، كنديروا بحال هكايا بحال هكايا بحال هكايا، بحال هكا ندورو، نحاولو ندورو بحال هكايا، ونخو هاد الوسطانيه ها انتما كتشوفو، وكنحتفظو بهادي مكنخليوهاش نلوحوهاش. اش كنديرو بالنسبه للرجل؟ كنعمروها بالمسحوق القرنفل، ها انتما شوفو، كنعمروها بمسحوق القرنفل، ها انتما كديرو واحد شويه ديال القرنفل بحال هكايا بحال هكايا، راس معلقه راس معلقه، وكنعقبو كنسدو عليها بهذاك اللي حيدناه بحال هكا. هذا بالنسبه للرجل، غنكملو اثنين معا، هانتو يعني كنحلو تاني هادي بهاد السكين اللي كتكون ديال المحشي بحال هكا، بحال هكايا، ونحيدو هاد لهذا، وكنديرو القرنفل. شوف المقدار اللي كنديرو، غير شويه هانتوما صافي، وكنعقبو هذاك ديك الغلاقه اللي درناها، نحاول نعقبو كيما كانت بحال هكايا بحال هكايا. يعني من صوبنا البطاطا ديال الزوج هما هادو، غنحطوهم هنايا نحتفظو بهم فواحد الازلافه حتى نصوبو تاع الزوجه بحال هكايا. هما غلقناهم ديالهم وحطيناهم في واحد البلاصه اخرى، وغنصوبو ان شاء الله ديال الزوجه. ديال الزوجه حتى هي غنديروها
كذلك نضربوها تكون مغسوله ونضربو على النصف بحال هكايا وغنحلوها حتى هي نبداوها من الوسط بحال هكا بحال هكا غنحلوها بهاد السكينه كل واحد كلشي الناس عندهم في المطبخ هاد السكين ديك ديال المحشي بحال هكايا هادشي كنحتفظو بهاد الغلاقه ديالتها وكنديرو كنديرو حب رشاد ها هي حب رشاد حتى هي نص معلقه صغيره ديال حب رشاد صافي وكنرجعو ليها الغلاقه ديالتها ها هي وكنحطوها حدا المكان ديال اللي صوناو وكنعقلو عليهم ديال الزوج وديال الزوجه ها هما هي نكملوا هاد البطاطا كامله يعني راه هاد الوصفه راها من قديم الزمان هاد الوصفه راها من قديم يعني من زمان كاين يديروها صافي غنديروا فيها حب الرشاد وغنعقبوا الغلقه ديالها هكا بحال هكايا بحال هكايا صافي وغادي ان شاء الله من صوبناهم كاملين ها هما هي بطاطا للزوج والبطاطا للزوجه هانتوما كتشوفوا كيفاش اش غنديروا وليداتي غنديرهم في واحد البرمه يعني البرمه ديال الكسكاس ديالها ولا الكوكوط اللي عنده الكسكاس غنديروا الماء لتحت وغنحطوا هادو في الكسكاس ونخليهم تيتبخوا يتبخوا على عافيه مهيله حتى نحسوا بهم انهم طابوا ملي كيطيبوا كنحيدوهم يعني اعتبرهم انهم طيبتهم وكنحطوا ديال الزوجه في انيه وديال الزوجه في انيه اخرى وكنتناولهم ان شاء الله مع زيت الزيتون ها هما زيت الزيتون كتقشر ليهم ديك تقشر ليهم القشره ديالتهم وتمعسهم يعني كتضربهم بواحد الفوقشيط وكتكب عليهم زيت الزيتون وتناولهم امتى غنتناولوهم غنتناولوهم ملي كنمشيو للفراش اخر حاجه اخر حاجه هي هاد البطاطا غناكلوها في اخر الفراش امتى غناولوهم منين نغسلو من الدوره تماما منين نغسلو من الدوره تماما ونولو على طهر غنتنا السيده غتناولهم اما الزوج راه في الوقت اللي بغى غادي يتناولهم الزوجه حتى تكون على من وراء الدوره على طهر مباشره كيتسالي منها الدوره بدات تاكل كل ليله بطاطا وحده حتى تبغي تنعس تبغي تنعس وتاكل هاد البطاطا اللي يكون فيها حب الرشاد مع زيت الزيتون اللي تكون بخرة لمدة 3 أيام ولا 4 أيام من ورا الدورة صافي وتريتي صافي الزوج توا كذلك توا 3 أيام ولا 4 أيام وقت ما بغاهم أحسن الوقت اللي كتاكل الزوجة ديالتو باش طيبو في مرة وتاكلهم في مرة الوقت الزوجة ملي تكون على طهر توجد هاد البطاطا لزوجها وليها هي وتناولو معاها في الليل مي تبغوا تنعسوا ان شاء الله ويكون المراد كاع نياتي اللي يعني باغين الخلفه يا ربي يعطيهم الخلفه ويا ربي وما تنساوش كنقول لكم بنياتي باي وصفه اللي بغيتوا ديروها اولا تهزوا الرحم ديالكم مده 3 أيام على معده فارغه يعني قبل الفطور 3 أيام تهزوا الوالده ديالتكم ومن بعدها عاد ديروا الوصفه ومومي ديروا الوصفه ما تنساوش راسكم من الدعاء ضروري الدعاء والاستغفار وطلبوا ربي باش يجيب لكم الذريه الصالحه وكاين دعوات زوينين بلي تشوفوهم وتقراهم وتقلبوا عليهم في الانترنت باش تدعوا بهم دعوات مع الصلاه وفي الفجر وربي غيستجيب لكم بنياتي ربي كبير ما تخلطوش من رحمه الله ربي كبير ما عمر تقول شي وحده صافي لان بزاف السيدات منهم بزاف السيدات منهم هاد الوصفه الاخيره اللي درتها يعني ديال التمر والثوم راحت السيده كتبت ليا قالت ليا راني هاد الوصفه راني ولدت بها 12 عام ولا مع 13 عام اللي ما جابش يلا وبهاد الوصفه درتها وجاب لي يلا يعني راه اي وصفه تقدر الانسان على والو ويجيب ليه الله وهي قالت لي انت درتي حتى واحد السيده كتبت لي في كومونتير قالت لي 5 تمرات و5 تومات معاهم فصلتهم بزاف قلت لها لا ماشي بزاف قالت لي غادي تهبطوا للطونس قلت لها لا لان الثوم معها التمر راه كيوازيو الطونسيون هاد السيده قالت لي درت كيلو ونص تاع
تعتبر معاهم كيلو ديال الثومه، صوبتهم في مره وبخرتهم في مره وحطتهم في واحد البوطه في الثلاجه، ولات يوميا تاكل عاشق في الصباح وجوج عاشق في الليل. وحملت حملت انا كان عندها بروده ديال الرحم. كنقصد لكم الفيديو ديال البروده ديال الرحم، ما شافش الفيديو ديال البروده ديال الرحم اللي بالتمر وبالثوم وبالخزامه، يشوف هذا الفيديو راه زوين زوين بزاف، راه ولدوا عليه بزاف بنياتي وليداتي، وهذا راه مجرب راه مجرب وحتى الرجال يقدروا ياكلوا، ماشي على النساء، راه حتى الرجال اللي عنده البروده تبغي يقدر ياخذوا. وبسلام عليكم بنياتي، ونتمنى نكون شرحت لكم هذا الفيديو ديال البطاطا الحلوه بهذه الوصفه بطريقتين، طريقه للزوج وطريقه للزوجه. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.